نشوف الأطفال كيف ممكن الطفل يبقى بمكانه ويكون هادي بصفه ويكرس كل تركيزه وعقله مع المدرسة، مع المس يعني في الحصة المدرسية، وخاصة أن الأطفال يتمتعون بنشاط وحيوية وحب للحركة. فما هي الوسائل والأساليب المساعدة للأم ليكون طفلها أكثر قدرة على التركيز؟ معنا الأخصائية التربوية نغم تربي. أهلا وسهلا فيك، يسعد أهلا صباحك. وسهلا، كيفك؟ يسعد صباحكم، يسعد صباح صباح الخير نغم، أهلا وسهلا فيك. يعني بالبداية خلينا نحكي عن الأطفال يلي أو نميز بين أنه قلة الانتباه وقلة التركيز. هلق نحن في عنا كثير من الامهات بتشتكي من اطفالها انه عندهم فرط حركه وفرط نشاط، ابني ما بينتبه لما بيرجع من المدرسه، ما بيعرف شو اخذ، ما بيعرف شو هي الواجبات اللي لازم يعملها. فهون الام لازم تركز وتميز بين طفل، الاطفال اللي بعمر 4 و5 سنوات لما بيجوا والام بتسالهم وما يجاوبوا، هذا الموضوع كثير عادي بهذا العمر، بهي الفتره العمريه، لانه الطفل بيكون كثير مزاجي بهي المرحله وما بيحكي الا بالوقت اللي بيلاقيه مناسب. طالما شفنا الطفل انه هو عنده عم بيعيد الاشياء اللي اخذها، لكن فيما بعد ممكن هو عم يغسل ايديه، هو عم يبدل ثيابه، ممكن وهو عم يلعب بصير بعيد الاحرف الارقام، هي الاشياء كلها. فنحن هون بنقول عن الطفل طبيعي. اللي بدي ميز فيه الفرق بين الطفل الشقي والطفل اللي عنده فرط نشاط. الطفل الشقي اللي بيكون شقي بمكان غير مكان ثاني، مع اشخاص غير اشخاص ثانيين، هون بيستخدم مثلا بيجيب الكرسي، بيطلع على الكرسي لحتى ياخذ كاسه يشرب فيها، يعني هو عم يتشاقى لهدف معين، ممكن يطلع على طاوله بياخذ قلم لحتى يكتب وظيفه. فهون نحن بنقول عن طفل، هذا طفل شقي لكن عنده هدف لشقاوته. الأطفال اللي عندهم فرط نشاط وزيادة بالحركة، قلة الانتباه، إمتى نحن بنكتشف هدول الأطفال؟ في المراحل العمرية بمرحلة الطفولة المبكرة، إنه هن بس يفوتوا على الروضة أول ما بيدخلوا بيكون في عندهم عدم تركيز، بيكون عندهم فرط بالنشاط، فرط بالحركة، ببلش لما بتبلش المس تعطي أي درس هن ما بيكونوا قادرين يقعدوا حتى على الكرسي لفترات طويلة، ما بيكون عندهم قدرة على التآزر البصري، على التواصل الاجتماعي مع أطفالهم، مع الأطفال الموجودين. فنحن هون بنقول إنه الطفل بيصير في عنده اضطراب، هي الاضطرابات النفسية بتأثر عليه فيما بعد، لازم نسارع بحلها بمرحلة، بهي المرحلة المبكرة، لحتى ما تسبب له صعوبات بالتعلم، اضطرابات بالنطق، وهي القصص اللي بتأثر على حياته أكيد. لبعدين أكيد كثير من المشاكل الثانية ممكن يصير مع الطفل. طيب كيف ممكن الأم تتعامل مع الطفل المشاكس؟ كيف ممكن تعطيه أنه القوة ليقدر يركز بالصف، مع أنه الطفل المشاكس بيبقى لسنين لحد ما يكبر بيضل يشاكس، يعني كل سنة عن سنة تختلف الدرجة بس بيضل يعني كل حياته نفس الشيء، يمكن بس يصير بعمر المراهقة يركز ويهدى وتنقلب شخصيته. مو بالضرورة، مو بالضرورة، ممكن كتير أطفال بتكون هادية بمرحلة معينة، لما بتكبر بتزيد مشاغبتها، بتزيد شقاوتها. هلق نحن بنرجع لنفس الموضوع، أنه نحن لما بيكون طفل مشاغب او شقي او مثلا كثير الكلام لكن عم بيركز، هذا ما بنسميه انه عنده اضطراب. طيب لا مثلاً بالعكس، عم صف سادس سابع مثلا وكثير مشاكس، ما عنده تركيز، الام شو ممكن تتصرف؟ ممكن تعاقبه؟ كيف ممكن تعاقبه؟ ممكن تلجا للضرب، صار كبير، كيف ممكن الام تتصرف؟ يعني اول شيء الضرب كثير ممنوع وما لازم نلجا له ابدا، وخصوصا لما نحن بدنا ندرس الولد نبتعد عن الضرب، عن العصبيه، لحتى الطفل يزيد تركيزه، نشجعه، حفظه على كثير اشياء لحتى يصير عنده، نوسع له مداركه. هلق انا لما بدي اجي ادرس ابني لحتى علمه التركيز، لحتى خليه يركز معي اكثر ويكون احسن، لازم اكون هاديه، انا اعطيه المعلومه بطريقه بسيطه لحتى يقدر يستوعب، ما بيجي بعيط عليه. الطفل لما بعيط عليه او بضربه بده يصير يبكي، ولما بيبكي ما عاد بنقول سكر مخه، ما عاد بيقدر ياخذ ولا معلومه. فانا هون بدي اكون هاديه، بدي امن له جو كثير حلو مناسب. نحن ما عم نحكي مثاليات بصراحة، ضروري من كل أم وكل أب بيأمنوا للطفل هاي الأمور، هاي أمور كتير بسيطة وكتير ضرورية للطفل. أنا لحتى علمه يكون هادي ما عليه بخليه يتابع بممارسة رياضة، ممارسة هواياته. بنلاحظ كتير من الأهالي بأوقات الصيف بتسجل أطفالها بنوادي وهي الأمور، لكن بالعام الدراسي بتنقطع عن النوادي، بنقطع هواياتهم. هذا الموضوع كتير غلط، لازم أنا أخلي طفلي يتابع بهي الأمور لكن بس
ساعات قليلة، وأنا نظم له أوقاته. يعني أنا لما بدي أجي درسه ما بيجي بدرسه 6-7 ساعات، يلا خاض كتاب دروس. والأم بترجع بتشتكي إنه ابني ما عرف، راح على الاختبار كتير تمام، بس أنا ما في قاعد الطفل حتى لو كان صف 7 أو صف 9. شو كيف بدك تقعد الطفل 6-7 ساعات يدرس كرمال يعطيكي نتيجة صح؟ لا، الطفل مو بعدد، الطالب مو بعدد الساعات اللي بيدرس فيها. نحن منلاحظ كتير نماذج أطفال بتجي لعنا بتدرس ساعة، وأطفال بتدرس 5-6 ساعات، لكن نتيجة الطفل اللي درس ساعة بتكون أعلى. هي مو بعدد الساعات اللي عم يدرسها الطفل، لا أبدا. أنا لما بأمن لطفلي وسائل تعليمية جيدة، شيء تشجيعي تحفيز تحفيز لهذا الطفل، هيك انا عم شجعه، عم بيكون افضل، عم يعطيني نتيجه افضل من ما انا الزمه. لا معلي، برتب له اوقاته، انت عندك ساعتين للعب، عندك ساعه للعب، ساعتين للدراسه، ممكن نص ساعه بعطيه الايباد بيلعب اي شيء بحبه، مو بالضروره انا الزمه بوقت طويل لحتى هو يعطيني النتيجه الصحيحه. تمام، خلينا نحكي كمان عن المشاكل اللي بتصير بين الرفقات. يعني منلاقي كل حدا طبع شكل وبيحبوا يقلدوا بعض، وخاصة يمكن بصف الأول تاني ثالث الابتدائي، يعني بيحبوا يقلدوا رفيقتهم. فكل يوم أي طفل بيتبنى تصرف ما من رفيق هلأ هو حابه، بعد شوي بيقلب عليه. خلينا نحكي يمكن هذا الشيء قد ايه هو بيأثر على انه الطفل بده يصير ياخذ من العالم. هذا الشيء ما بيقلل من تركيزه بدراسته، طبعاً. تركيزه بانه يستوعب موضوع ما لأ هو هلأ همه يقلد شيء. تمام، هلا نحن عنا بهذا الموضوع لما بيكون الطفل موجود بالمدرسة بيكون هو من واجب المس هي اللي تتابعه. يعني أنا مثلا لما بدخل على صف ما بيكون همي الوحيد إنه أنا بس أعطي الدرس وأمشي، لا، أنا بدي أعمل دراسة لنفسية الأطفال. حتى لو كانت مدة الحصة الدراسية قليلة، لا، لازم أعطي كمان مجال لحتى أتعرف على الأطفال، أعرف نفسيتهم، أعرف كيف هن عم يندمجوا مع بعضهم. كتير في أولاد بتبطل تروح على المدرسة لأنه مثلا بيروحوا على البيت بيقولوا رفيقي ما عاد حبني، انا ما بدي اروح على البيت. لهالدرجه هو بيتمسك فيه، بيتعلق فيه، بصير بيقلد اي شيء عم يعمله. كمان في الام لها دور كثير كبير بهذا الموضوع، ما خلي الطفل يتاثر باصدقائه. يعني ممكن نحن نقلد الاشياء المنيحه فيه، انه معلش شوف رفيقك انه هو شاطر، انت سير مثله شاطر. لكن في سلوكيات طبعا ما بتصير، ما فينا نقارنه لا ما باخوه للطفل، لكن كيف نقارنه طبعا هي مو مقارنه. نحن عم نحكي سلوك جيد الطفل عم يتمتع فيه. انا ما عم قارنه انه لك مثلا رفيقك جاب اكله طيبه انت لازم تجيب منها. انا عم بحكي عن سلوك جيد عم يتمتع فيه الطفل. كثير حلو انه انا فرجي ابني انه نحن لازم نصير احسن. يعني نحن لما انا بدي قلد سلوك الطفل، انا ما بدي اجي لشيء خاص فيه واجي قلده، انا بقلد سلوك جيد، سلوك عم بخليني اتحسن يرتفع مستوى طفلي للافضل. اكيد تمام، ممنوع المقارنة حتى بين الأخوات. قلت لك يا ممنوع أبدا حتى بين الأخوات. خلينا نحكي، حكيتي عن المسات، لازم يكون عندهم طريقة بيتعامل مع الأطفال بنفسية الطفل. خلينا نحكي عن الأمهات اللي ما في عندهم أسلوب بالتدريس، اللي ما بيقدروا يدرسوا أولادهم، ومع هيك بيحطوا أولادهم بيدرسون، وهن مثلا كتير عصبيين ما بيتحملوا. يمكن مثل ما حكينا، يمكن بيلجأوا للضرب، يمكن بيلجأوا للعيات، يمكن يكرهوا الولد بالدراسة بالمادة. طبعا أكيد. خلينا نحكي عن هدول الأمهات، شو ممكن تنصحيهم؟ يعني انا مني وعلي بقول لهم ما تدرسوا، انتم جيبوا من تدرس او هذا الموضوع اللي عم نحكي عنه. خلينا نحكي عن هاي الموضوع. إيه هلا كثير بنلاحظ هذا الموضوع بسبب ضيق الوقت، الامهات بتكون عم تشتغل، بتجي ما لها خلق تدرس اولادها. فنحن مشان ما نتعدى على هذا الطفل يلي هو مسؤوليتنا واللي نحن لازم نتابعه دائما، معلش بخصص له حدا يجي يدرسه، او انا بجي دائما. انا بحكي للامهات نحن نحط حالنا مكان هذا الطفل. يعني انا اذا بدي وجه له اهانه، او بدي وجه له اي ضرب او سلوكيات سيئه، بدي احط حالي مكان هذا الطفل لحتى اشعر بالشعور اللي هو عم بحس فيه. انه انا اجي اضربه لا، او اجي مثلا عيط عليه، بس منهم بيعذبوا بهالقوة للام، بيطولوا معهم. حتى لو طب الطفل ليه بيعذب؟ لانه انا ما لقيت وسيله صحيحه لاتعامل معه. ما حيركز او بيقعد بيبكي او بيقعد بيبكي، وما بيعرفوا هم، ما عندهم طريقه صحيحه بانه، خصوصا اذا كان في ولدين، ولد بيكون عم يدرس ولد
الولد بيكون عم يلعب، طب لا انا بنظم الوقت بيناتهم، بخلي الاثنين قاعدين عم يدرسوا، ولد عم يكتب وظيفه، ولد انا عم سمع له، بعطيهم البريك هن الاثنين سوا، بامن لهم هذا الجو كرمال يكونوا نحصل على النتيجه اللي بدنا اياها. نغم بدنا نتشكرك كثير على كل المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ويسعد صباحك. وصباحك اكيد وصباحك. نغم نتشكرك على وجودك معنا، نتشكرك على نصائحك القيمه، شكرا لك. اهلا وسهلا.